الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. مجلس النواب يصوت خلال جلسته العامة اليوم على طلب اللجنة العامة بتعديل بعض مواد الدستور. رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالحديدة يحذر الحوثيين من تداعيات عدم تنفيذ اتفاق السويد. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل من القاهرة. أهلا بكم. يتوجه رئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة ميونخ الألمانية تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي إن الرئيس السيسي سيطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأضاف أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن أيضا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث سيلتقي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات. كما سيلتقي الرئيس السيسي مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها. للمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي. أستاذ جمال صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهمية مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن، وكيف يمكن الاستفادة منه في طرح جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب وأيضا الفكر المتطرف؟ بالطبع بالتأكيد مشاركة هامة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر الضخم والهام، ويعتبر المؤتمر الأهم أمنيا في على مستوى العالم، وقد أسس في الستينيات من القرن الماضي. في الحقيقة أن كمان أيضا المؤتمر هذا العام ربما يشهد زخما غير مسبوق، وده حتى اللي صرح به المسؤولون عن المؤتمر. يمكن هذا العام أكثر من 600 مشارك، من ضمنهم 35 رئيس حكومة ودولة، وأيضا 80 وزير خارجية ودفاع. إذن هناك وجود كبير لكافة صناعي ولاعبي السياسة في العالم، مما يؤكد أن هذا المؤتمر سوف يطرح العديد من الرؤى وأيضا وجهات النظر حول الكثير من القضايا. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجوده هذا العام في مؤتمر ميونخ أمر غاية في الأهمية، خصوصا أن الرئيس لا يحمل الآن على عاتقه رؤية مصر الأمنية فقط، ولكن أيضا يحمل رؤية مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي أيضا، وأفريقيا التي تعاني من الكثير من الأزمات الأمنية. إذن أعتقد أن الرئيس سوف يتحدث عن ما عن التطورات الأمنية بالتأكيد في مصر والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في دحر ومكافحة الإرهاب، وأيضا تجربة مصر الفريدة في الحقيقة في محاربة الإرهاب التي اعتمدت على المواجهة المسلحة وأيضا على التنمية وبناء الإنسان وأيضا الهجرة الغير شرعية. لا ننسى أن مصر منذ 2016 قد حققت نجاح غير مسبوق في صد الهجرة الغير شرعية عن السواحل الأوروبية، وبالتالي هناك تقدير كبير جدا للجهود المصرية حيال هذه التجربة. أيضا أعتقد أن الرئيس سوف يتطرق لفكرة بعض الأزمات الأمنية أيضا في القارة الأفريقية، خصوصا إن ما زال هناك الكثير من الخلافات في بعض الدول الأفريقية، ويعني بعض الخلافات الإثنية وإلى ذلك. أعتقد إن أيضا فكرة الأمن والسلم الأفريقي سوف تكون حاضرة بشكل كبير جدا. نعم أستاذ جمال، من بين برنامج زيارة الرئيس السيسي لألمانيا أيضا أن هناك سيكون لقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي ورؤساء الدول والحكومات. من وجهة نظر حضرتك، كيف ستسهم هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول؟
بالتاكيد يعني احنا كمتابعين اكيد بنلاحظ ان اجنده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافه الزيارات والجولات الخارجيه بتكون مليئه باللقاءات الثنائيه على هامش هذه المنتديات. كالمتوقع وكالمعتاد مؤكد ان سوف يكون هناك لقاءات على صعيد الرؤساء والوزراء والى ذلك. اعتقد ان كافه التوازنات السياسيه التي تلعبها الدوله المصريه الان، يعني احنا بنجد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله والسياسه الخارجيه المصريه الان بتعتمد على التحرر من التبعيه السياسيه والمعامله في او فكره الالتزام في التعاملات الخارجيه. كل هذه الامور سوف بالتاكيد بتصب في صالح السياسه الخارجيه المصريه. نعم، الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشان الدولي، شكرا جزيلا لك. يصوت مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور. قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في ختام الجلسة العامة الثالثة للمجلس أمس إن التصويت على طلب التعديل للدستور سيكون نداء بالاسم لنواب البرلمان تمهيدا لإحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كان المجلس قد استمع على مدار 3 جلسات عامة لآراء النواب من جميع التيارات الحزبية والمستقلين والمعارضين دون إقصاء، وإتاحة الفرصة وفق ضوابط اللائحة الداخلية للجميع في إبداء الآراء بحرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الإفريقية بالمجلس. سيادة النائب صباح الخير. صباح الخير فندم، أهلا وسهلا. كيف تدور المناقشات الخاصة بالتعديلات الدستورية داخل مجلس النواب؟ على مدار 3 جلسات بدأت في تمام الساعة 10 صباحا صباح أمس. قام السيد رئيس مجلس النواب بفتح بالنقاش بشأن مشروع التعديلات الخاصة بالدستور. بدأنا بعرض تقرير اللجنة العامة الذي قام بتلاوته السيد الوكيل الأول مجلس النواب، ثم بدأت المداخلات بداية من السيد رئيس الائتلاف الدكتور عبد الهادي القصوي ممثلا لأغلبية البرلمان، ثم فتح المجال لرؤساء هيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان ويتلوها، وتلا هذا مداخلات من قبل المعارضة والأغلبية، نواب المعارضة والأغلبية، مداخلات وصلت حتى 222 مداخلة الأمس أو طلب كلمة. امتدت الجلسات حتى الساعة 8:30 من مساء أمس. نعم. وانتهت بغلق باب المناقشة بعد أن تم مناقشة جميع الطلبات الخاصة بالمدخلات، ويجري اليوم عرض ما تم بالأمس وتصويت نداء بالاسم على 596 نائب بشأن الموافقة أو الرفض مشروع التعديلات. ومن ثم إذا تم الموافقة يتم إحالة مشروع التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية التي تقوم بدورها بفتح نقاش وحوار مجتمعي مع التيارات السياسية والأحزاب وقوى الشعب المختلفة، ومن ثم يتم إعداد التقرير النهائي لعرضه على اللجنة العامة، ومن ثم على الجلسة العامة، وإذا تم الموافقة عليه يتم طرحه للاستفتاء العام
خلال 60 يوم بعد خلال 30 يوم بعد 60 يوم المرحلة بعد الدراسة. نعم سيادة النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، أثبتت التحاليل والاختبارات المعملية شفاء آلاف الحالات التي خضعت لعلاج فيروس سي وأصبحت غير حاملة للفيروس، حيث بلغت نسبة الشفاء 99%. المواطنة كريمة سعد عبد الفتاح واحدة من المواطنين الذين تم لهم الشفاء والتي أبدت سعادتها البالغة بعد شفائها تماما من فيروس سي. أنا كنت رحت من البحر لعندنا ميت السبايع، بعدين قالوا عندك نسبة من الفيروس. لما قالوا لي زعلت قوي عشان معايا أربع عيال. خدت الجرعة أول جرعة وابتديت أتحسن يعني، وتاني جرعة برضه ابتديت أتحسن. أنت كويسة جدا، ما عندكش حاجة خالص دلوقتي، الكابل اللي مش فيه تليف، ونسبة الـ PCR بتاعتك بعد انتهاء العلاج صفر، فده طبعا الحمد لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ونحمد ربنا انك شفيت. حاجة كريمة سعيد إبراهيم عبد الفتاح، عندها 44 سنة، وهي طبعا جات لنا من حوالي 3 أشهر كده، كانت زعلانة جدا ومتضايقة إن عندها فيروس سي، وطبعا هي كانت جاية طبعا وجوزها رخرف عنده فيروس سي، بس بصراحة جوزها هي يعني خلت المبادرة وجات قبل جوزها، والحمد لله الرحلة تمت بنجاح وخلصنا 3 أشهر بتوع العلاج، وأدي القرار بتاعها بعد انتهاء العلاج الحمد لله إن هي خفت من الفيروس. ده أحد الحالات الناجحة عندنا. طبعا نسبة نجاح العلاج معنا في المركز يعني تقارب 99% من الحالات الحمد لله. هي بدأت العلاج معنا والحمد لله استجابت العلاج وخدت الثلاث جرع. هي دلوقتي جاية فرحانة انها استجابت العلاج وطلع PCR بتاعها نيجاتيف والحمد لله. الفرحة مش سايعين اني رجعت جنب عيالي والحمد لله. اللي بيحصل ده عظيم وكل خير حلو للناس الغلاب وللشعب ربك وجد. يعني واحدة زي ما يكون عندها أربع عيال هتجيب علاج من بره إزاي؟ ولا تعالج ولد إزاي؟ ولا تعلم عيالها إزاي؟ شفاء العديد من الحالات المصابة بفيروس سي بعد إجراء المسح والفحوصات الطبية اللازمة له يؤكد نجاح مبادرة الرئيس بشكل كبير في القضاء على الفيروس وتوفير العلاج الملائم للمواطنين كافة وبخاصة محدود الدخل. محمد حلمي، النيل. أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن قوات الجيش تمكنت من القبض على القيادي البارز بتنظيم داعش الإرهابي والذي يدعى حافظ مفتاح الضبع في المدينة القديمة بديرنا. شدد المسماري أن الحرب على الإرهاب مستمرة، وأكد أن الجيش الليبي تمكن من القضاء على جميع الأوكار الإرهابية في ديرنا وأن أوضاعها باتت آمنة. حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن مايكل لوسيلغارد ميليشيا الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. وأوضح لوسيلغارد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا خاصا الاثنين القادم حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد. كانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت للمرة الثالثة صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة بعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث العاصمة صنعاء في استمرار خرق الهدنة. قتل 8 صيادين يمنيين وأصيب 5 بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة اللحية شمال محافظة الحديدة. كان الجيش اليمني قد تمكن من تدمير بدعم من قوات التحالف عشرات الألغام البحرية كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسميا على بقائهم.
وبعد إقراره بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت، فيما بات يتعين على مجلس الشيوخ أن يقر هذا النص خلال تصويت نهائي. غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت، مما سيجنب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون. دمرت وحدات من الجيش السوري مقرات للجماعات المسلحة، كما وجهت ضربات على نقاط انتشارهم بريف حما شمالي قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، كما أحبطت تحركا لمجموعة إرهابية حاولت التسلل لاستهداف نقاط عسكرية بريف حما الشمالي. استسلم نحو 240 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف شرقي الفرات في سوريا. كانت قوات سوريا الديمقراطية قد حققت تقدما بطيئا لتطهير آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا وسط مقاومة شرسة من جانب المسلحين الذين تواصل عائلاتهم الفرار من المنطقة. تخوض القوات المدعومة من واشنطن منذ سبتمبر الماضي عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور، تمكنت خلاله من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجودا سوى في بقعة صغيرة تمتد في أجزاء من بلدة الباغوز إلى الحدود العراقية. في نيويورك ندد محمد بحر العلوم المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة بشن تركيا ضربات متكررة على مواقع في إقليم كردستان شمالي العراق، مشددا على أن ذلك انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية ويخالف القانون الدولي. تعد الضربات المتتالية التركية على مواقع في شمال العراق إقليم كردستان انتهاكا صارخا لسيادته، وهو فعل مدان ومرفوض أيا كان الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار. في أول كلمة لها منذ توليها منصبها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، قالت جينين هينيس لمجلس الأمن إنه على الرغم من الانتقال السلس للسلطة في العراق لا تزال حكومة عادل عبد المهدي غير مكتملة التشكيل، مضيفة أن الشعب العراقي يتحمل العبء الأكبر للجمود السياسي في البلاد. الآن وفي نهاية المطاف يتحمل الشعب العراقي عبء الجمود السياسي، يتحمل العبء في وقت من المهم التصدي فيه لاحتياجاته ومطالبه بتوفير خدمات أفضل، وفي وقت يجب أن يكون في مقدور المواطنين الاعتماد على إدارة حكومية ديمقراطية قوية ومؤسسات حكومية حيوية. لذا يتعين على القادة العراقيين أن يركزوا جهودهم في التصدي للاحتياجات الفورية للعراقيين، إذ أن أي تأخير إضافي قد يوفر فرصة لحدوث تداعيات كبيرة على استقرار البلاد. حاول أيرلندي اختراق الحدود البريطانية بالتزامن مع مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تحاول أن تضبط حدودها مع أيرلندا الشمالية أحد الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى قالت المفوضية الأوروبية إن بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة. كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي قد أعلنت خلال جلسة استجواب لها أمام مجلس العموم البريطاني أنها ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق، وذلك بحلول موعد 29 من مارس المقبل. في سياق متصل قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس المقبل ما زالت تحتاج المزيد من الجهود لتجنب الخروج غير المشروط. أكدت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين عقب اجتماعها مع رئيس وزراء لوكسمبورغ خافير باتل أن ألمانيا تشعر بالأسف تجاه قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر صار واقعا، مشيرة إلى أن هناك التزاما من جانب ألمانيا لخروج الاتفاق بشكل عادل.
تحتفل اليوم العديد من الدول على مستوى العالم بعيد الحب، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم بإرسال الشوكولاتة أو الهدايا أو الزهور وغيرها لأحبائهم في هذه المناسبة. تختلف الاحتفالات بعيد الحب من دولة إلى أخرى باختلاف الثقافات والعادات، بينما تعتبره بعض الدول عطلة رسمية. عيد الحب أو يوم الحب أو يوم القديس فالنتاين هو احتفال على مستوى العالم يحتفل به كثير من الناس يوم 14 من شهر فبراير من كل عام، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم بإرسال الهدايا مثل الشيكولاتة أو الهدايا القيمة مثل المجوهرات والتذكارات أو الزهور وغيرها لأحبائهم. لذا فهي مناسبة جيدة لرواج الأسواق التجارية وتحقيق الأرباح، ويستغل البعض هذه المناسبة من أجل التعبير عن شعور جميل بداخلهم تجاه شخص ما، أو لإنهاء خلاف، أو لإعادة ترميم علاقة مفككة. عيد الحب لا يقتصر على فئة معينة بل للجميع، للأهل والأصدقاء والمقربين. ووصلت أهمية الاحتفال بعيد الحب إلى اعتبار هذه المناسبة عطلة رسمية في عدد كبير من الدول. ويختلف الاحتفال بعيد الحب من دولة إلى أخرى باختلاف الثقافات والعادات، إلا أن تبادل الهدايا ورسائل الحب هو ما يغلب على الاحتفال بعيد الحب، إلى جانب تذكير الجميع بضرورة تفشي الحب والسلام بينهم لما له من آثار إيجابية على صحة الإنسان عكس مشاعر الكراهية والبغض. لذا فقد أظهرت الأبحاث أن المتزوجين المحبين لبعضهم البعض يتمتعون بصحة جيدة مقارنة مما يسود بينهم مشاعر الكراهية. فالزواج الذي يغمره الحب يجعل الإنسان صحيحا بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا. في ختام هذه النشرة هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. مجلس النواب يصوت خلال جلسته العامة اليوم على طلب اللجنة العامة بتعديل بعض مواد الدستور. رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالحديدة يحذر الحوثيين من تداعيات عدم تنفيذ اتفاق السويد. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.